للسنة الرابعة على التوالي نظمت القائمة المشتركة للتعايش في الناصرة العليا المهرجان الميلادي بعنوان ليالي الميلاد لإحياء أجواء العيد للسكان العرب في هذه البلدة، وبالأخص أن الناصرة العليا هي بلدة مشتركة ويحق لسكانها العرب في الاحتفال بمناسباتهم وأعيادهم المختلفة. احنا ولا مرة يعني احتفلنا بهذا الاحتفال في البلد اللي احنا عايشين فيها، يا من روح كنا على الناصر يا حيفا يا عكا عشان نحضر على هاي الأجواء الحلوة، فهذا اشي حلو بشجع الأطفال فعاليات تعرفوا على أشياء كثيرة ويعني وبنفس الوقت فيش حاجة نسافر لمحل تاني، احنا مندفع خدمات للبلدية فحق لإلنا انه احنا يطلع لنا برامج من هالشكل. البرنامج هو برنامج سنوي وانا من يوم ما بدي يعني يعرضونا اياته اول دائما بشترك فيه. كتير حلو، كتير بجمع ناس، كتير بتشوفي كل مره وجوه جديده، فعاليات حلوه، الناس تيجي مبسوطه، الاولاد مبسوطه. فيش حدا بتلاقيه مش مبسوط، فيش حدا، حتى بيجي ناس من بريت النسيات عليت واحنا بندعيهم، يعني انا من نوع الناس اللي بدعي عن طريق الفيسبوك، عن طريق الواتساب، كل الناس بعرفهم تعالوا احضروا وشاركونا لانه هاي فرحه الكل مش بس نسيات عليت. البرنامج جدا شيق، الفعاليات حلوه، احنا تعودنا على هاي الفعاليات كل سنه صارت بالنسبه لنا ايش اللي بنستناه ومتعودين عليه. البرنامج غني وقيم كثير وبنتشكر كل القائمين عليه، يعني لحد هسه فعاليات الاطفال كثير مناسبه للاعمار الموجوده وغنيه والاولاد كثير استمتعوا. حلو بالنسبه ل عشان يحسوا باجواء العيد وكثير عم يسوي جهد لهم. بنشارك معهم، بنرقص، بنغني، كثير حلو، ولما بشوف الصغار بشوفهم مبسوطين. تخلل المهرجان أكشاك الميلاد والخيمة الميلادية بالإضافة إلى فعاليات مختلفة للأطفال، وشاركت العديد من العائلات في هذا المهرجان مشددين على حقهم كسكان في هذه البلدة الاحتفال في الأعياد.